فتوسل النبيذ نبيذ الروح ليعلو فوق هامة المدينة. قلت له خذ قلبي، قال لا يكفيني قلبك. قلت له خذني. كنا صغارا كبرنا معا وكبر الحلم. كتب عنها، كتب عن كل شيء. إنسان رقيق متواضع. كنت مولعا أو مدمن على المسرح، لكنه عانق المسرح وأصابني بزكام الشعر وأنفلونزا الشعر. إنه الجميل لطيف الذي يتكلم بقلبه سعيد تشفيني. ولكن قبل ذلك شهادته ليقول لنا قصيدة ساخرة. لن أقول لها ساخرة، فقط أعتذر ويعني قبل الدخول أذكر بشيء جميل في حق أستاذي الفاضل سعد الكبير. سعيد جدا أن أكرر وأؤكد على أنه كرمني شخصيا بحضور وزير العدل، وكان يردد بافتخار أقدم شاعرا دكاليا بافتخار، وهذه تشهدون. ولم أكرم من قبلها من طرف أي هيئة. يا راكبا ظهر الزمان وسابحا في أبحر الدنيا عليك سلام. سجل بربك ما أقول، فإنني قد بت أخجل تعتب الأقلام. دكالة الظروف كرام. أرض إذا قصد الغريب أنسها، قصد الأحبة حيث حل ينام. بديع جمالها وانعم بنفسك حيث طاب مقام. أخشى عليك إذا فتنت ولم تقل إني فتنت وبعد ذاك زلام. قل ما بدا لك في جمال مدينتي. من أجل الحضور أن يقول قصيدة قصيرة جميلة بتلك السخرية الجميلة. مر به عند الظهر يغسل قطته في السطل يفركها فرك ثوبه. قال له يا هذا إن القطة سوف تموت بالغسل. لم يعبث بكلامه، ولما عاد وجد القطة ميتة منشورة على الحبل وهو أمامها يبكي إذ كان تسبب في القتل. قال له رأسك أقصى من صخري، ألم أخبرك بأن القطة سوف تموت بالغسل؟ قال له اسكت إنك لا تدري، القطة ما ماتت عند الظهر لكن ماتت أثناء العصر. جميل جميل، ولن أرهنك لن أرهنك حبيبي هنا، لأن جمال القصيدة ورمزية القصيدة تدخل إلى قلب الإنسان فيتمتع. فلنتمتع جميعا، ولكن لن أرهنك لأن معنا نائب من النواب يقدم لك الهدية. سرهني. شكرا السيد رئيس هذا الفضاء الجميل وهذه الجمعية الجميلة. حقيقة أنا ما قادرش نهضر. علاش؟ لأنه هذا التكريم اللي حمل عدة دلالات. أولا اليوم ديال التكريم هو عيد ديال العرش. ثانيا التكريم اللي بين الرياضة وما بين الفن وما بين رجالات المدينة الكبار، يعني في الحقيقة شيء جميل جميل جدا. كنشكروا هذه الجمعية اللي عندها يعني أبعاد كبيرة بزاف، وهذا ليس بعزيز على سي الرزوق والمكتب ديالو. دعمونا يعني سي الرزوق متواصل. شكرا شكرا سي سعيد.